وللوقوف أكثر على تداعيات هجمات إيران على ناقلات النفط والتوتر الدولي الذي أحدثته تلك الهجمات بالتزامن مع تأدية الرئيس الإيراني القسم لفترة رئاسية تستمر 4 سنوات، ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الباحث المتخصص بالشأن الإيراني مالك حافظ. أهلا بك معنا سيد مالك. كل تحية لكم. أهلا بك سيد مالك. يعني إبراهيم رئيسي ينفي نية بلاده الحصول على سلاح نووي ويقول أنه محرم، وبالمقابل هناك تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية من مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الإيراني تؤكد قرب امتلاك إيران للسلاح النووي. يعني كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ تحية طيبة لكم من جديد. يعني في الحقيقة هذا التصعيد وهو يعني تهدف له إيران للتأثير على المسار المتوقف حاليا، مسار التفاوض حول الملف النووي، تحاول أكثر إظهار نفسها بمظهر القوة والعنصر أو الدولة المؤثرة على أمن الخليج والملاحة ونقل النفط. هي تسعى لفصل الملف النووي عن الضغوط الأمريكية السابقة فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية. أعتقد أن هذا التصعيد، والذي يتزامن مع وصول رئيسي، يعني منذ يومين فقط تم يعني تعيين رئيسي كرئيس للبلاد، أعتقد أن هذه رسالة واضحة من قبل طهران تجاه الولايات المتحدة، تحاول الضغط أكثر على واشنطن من خلال هذا التصعيد. لكن بالتأكيد أعتقد أن هذا التصعيد سيكون له رد إذا لم تكن واشنطن يعني في جهوزية تامة كما هو مخطط لها. أعتقد أن التصعيد قد يأتي سواء سياسيا في مجلس الأمن أو حتى أيضا عسكريا إذا ردت إسرائيل برد أقوى من مما فعلته إيران مؤخرا. يعني كنت قد سألتك عن موضوع تصريحات رئيسي يعني نفي نية بلاده امتلاك سلاح نووي، وبالمقابل هناك تصريحات تشي باقتراب امتلاك إيران لهذا السلاح. بجميع الأحوال يعني شهدنا هدوء في يعني الخليج وفي الخليج العربي بالنسبة لاستهداف الناقلات، ولكن بعد أن تولى رئيسي الحكم في إيران عاودت إيران هذه الاستهدافات. ما يعني ما الذي تحاول إيران فعله من خلال معاودة هذا الاستهداف؟ قصدتم ماذا تسعى إيران من تكرار الاستهداف؟ نعم، يعني شهدنا فترة هدوء ما قبل انتخاب رئيسي، ولكن الآن عاودت إيران لاستهداف الناقلات، ما الذي تحاول فعله إيران؟ نعم، يعني فترة الهدوء كانت تتعلق، هي سبقت الانتخابات صحيح، لكنها كانت تتعلق ببحث أكثر وإعطاء مجال لمسار التفاوض فيما يتعلق في فيينا. لكن أعتقد أن التصعيد أيضا قد يكون له أهداف داخلية، حركة المظاهرات المناوئة للنظام الإيراني كانت قوية، لذلك أعتقد أن إشغال أيضا الرأي العام الإيراني ومحاولة استهداف أو التصعيد أكثر تجاه أهداف خارجية، محاولة للتهدئة، محاولة لإسكات عن طريق هذا التصعيد، هذا من أحد الأهداف الداخلية أعتقد. لكن خارجيا أعتقد أيضا أن التصعيد هي محاولة للضغط على الأطراف المختلفة لمنع تصعيد إسرائيلي. هي أعتقد ضربات استباقية تحاول إيران يعني فعلها، وهو كما معروف يعني المتشدد رئيسي قد يكون فعلا مائلا الى موضوع تفعيل الاتفاق النووي، لكن بشروط ايرانيه، وهذا يعني خطوات بعيده مبتعده واشنطن. اعتقد انها طهران تسعى الى الضغط اكثر على بايدن، واعتقد هنا خطا في سياسه بايدن انهم اتجهوا الى الدبلوماسيه بشكل كبير. اعتقدوا ان ايران قد تبادلهم خطوه ايجابيه، لكن اعتقد ان ايران تساهم اكثر في التصعيد رغبه منها في تقرب واشنطن اكثر او محاوله لتخفيف الضغوط. اعتقد ان الامر يعني اذا استمر التصعيد بهذا الشكل يحتاج الى رد عسكري او تصعيد اعلى. طيب سيد مالك، برأيك هذا التصرف الإيراني هل يعني قد يقلب الطاولة، طاولة المفاوضات في ملفها النووي؟
عفوا الصوت غير مسموع. نعم، بالنسبة للتصعيد الإيراني بهذا الشكل، هل تظن أنه قد يقلب الطاولة عليها في ملفها النووي؟ أعتقد نعم ذلك. يعني إيران تلعب لعبة مقامرة، يعني هي تحاول أن تصعد محاولة لتخفيف الضغوط عليها وفصل الملفات الصواريخ الباليستية ومشروع التمدد في المنطقة، مقابل يعني إبقاء الملف النووي وحيدا في المفاوضات مع الجانب الغربي. أعتقد أن هذا التصعيد وتصريحات الجانب البريطاني كانت واضحة في هذا المجال. هذا التصعيد سيقلب الطاولة فعلا على الجانب الإيراني. أعتقد أنها هي خطوات، إن كانت تعتبرها طهران هي خطوات محسوبة أو مدروسة، لكن مدى التصعيد طال، والخطوات الإيجابية التي كانت تنتظرها واشنطن منذ شهر شباط إلى الآن لم تحصل أي خطوة إيجابية، سواء في الفترة الانتقالية أو مع التي سبقت وصول رئيسي، والآن مع وصول رئيسي هناك تصعيدين يعني قريبين مدى. أعتقد أن الأمور ستتعقد أكثر. المسار توقف يعني من قبل طهران، والآن تحاول طهران أن تعمل ضمن سياسة الضغط أكثر على واشنطن. أعتقد أن الوضع سيتفجر وليس كما تسعى طهران. طهران تسعى في هذا التصعيد إلى أن تحاول احتواء أكثر الضغوط الأمريكية. نعم، إذن مالك حافظ الباحث المتخصص بالشأن الإيراني كنت ضيفنا عبر سكايب من غازي عتاب، أشكرك جزيل الشكر.